يرسم السيركت بتاعتك. في البداية بتبدأ تعرف ايه كل الفاريبلز الموجودة في السيركت. فمثلا لو عايزين نرسم اي سيركت من اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، تعال ناخد بس نبدأ بسيركت بسيطة، ولتكن مثلا السيركت دي اللي هي كانت يعني تعتبر أبسط سيركت تقريبا شفناها، اللي هي طبعا عندك 3 variables اللي هي x0 و x1 و x2، وعندك initially ال input بتاع ال extra wire ب 0، وعندك ال f دي طالعة ك result. يبقى انت كده عندك ال variables الموجودة عندك هي x0 و x1 و x2 وال f. فتبدأ تعرف ال variable دي، فهتكتب dot v، تكتب الأسامي ال variables بتاعتك اللي هي x1 وبعدين كوما x2 وبعدين كوما x3 وبعدين كوما f. بعد ما خلصت تعريف ال variables بتبدأ تعرف ال inputs، فتبدأ تكتب dot i، دي ال inputs اللي موجودة عندك. الانبوتس اللي موجودة عندك اللي هي x1 و x2 و x3، فتبدأ تكتب x1 و x2 و x3، وبعدين تبدأ تعرف الاوتبوت بالنسبة لك. فالاوتبوت بالنسبة لك طبعا بالنسبة للسيركت اللي كنا بنتكلم عليها هما x1 و x2 و x3 و f، فتبدأ تقول دوت او x1 كوما x2 كوما x3 كوما f. كده يبقى فاضل لك انك تعرف الـ initially بتاع الـ extra wire اللي هو الـ constant، فبتكتب دوت c وتكتب ان هو بزيرو. بعد ما عرفت كل الحاجات دي عندك تبدأ بقى تعرف الـ circuit، فتكتب begin، بعدين تبدأ تحط التوفلي جيتس بتاعتك. أول توفلي جيت عندك، أول توفلي جيت عندك، تعالى حتى نصغرها عشان تبقى معانا. أول توفلي جيت عندك هي توفلي جيت ليها 3 كنترولز وتارجت، يعني السايز بتاعها 4، فهتكتب T4 وبعدين تبدأ تكتب بقى التوفلي جيت دي ما بين مين ومين. فهي X0 ده كنترول، او احنا هنا احنا بادئين من X1 مش بادئين من X0، فهنخليها بقى X1 وبعدين X2 وبعدين X3 وبعدين F. ده بالنسبة للطفلي الأولانية. بعد كده عندك طفلي جيت تانية أو سي نوت جيت تانية اللي هي إكس نوت والتارجت بتاعها اللي هو الإف، يعني السايز بتاعها 2 الكنترول والتارجت، فهنكتب T2. طبعا هيبقى X1 هنا عشان احنا بادئين من X1 والتارجت F. بعدين اخر حاجه هيبقى عندك توفلي جيت السايز بتاعها ب1 على الاف اللي هي النوت الاخيره دي، تمام. وبعدين خلاص خلصت كده السيركت، هتكتب ان وتعمل سيف للفايل ده دوت تي اف سي. تعالى نعمل كده سيف للفايل، ممكن نسميه anyway بقى سيركت 1 مثلا، واغير الاكستنشن اخليه اول فايلز عشان اقدر احط الاكستنشن بتاعي اللي هو هيبقى دوت تي اف سي، وبعدين اعمل سيف. كده انا عملت سيف للفايل بتاعي دوت تي اف سي. لو فتحت الار سي فيور اقدر اعمل اوبن للتي اف سي فايل اللي انا سيفته ده، فاقدر اعمل اوبن كده واختار من هنا السيركت 1 دوت تي اف سي. لو عملت عليه دبل كليك هلاقي ان هو رسم لي شكل الجيت زي ما انا شايف، او x1 x2 x3
وانيشيالي هنا ده زيرو، وادي الطفل جيت بتاعتي الاولانيه، الطفل جيت بتاعتي الثانيه، ودي النوت الاخيره. تمام. طيب اقدر اشوف التروث تيبل بتاع الريفرسبل سيركت دي عن طريق الايكون دي، لو دوست عليها هيبدا يطلع لي التروث تيبل بتاع السيركت طبعا كلها. ادي الانبوت فاريبلز بتاعتي اللي هم اكس 1 اكس 2 اكس 3، والاوتبوت فاريبلز بتاعتي اللي هم اكس 1 اكس 2 اكس 3، والاف ده الريزلت. تمام. وطبعا عندك هنا لو الانبوت ب 0 0 0 هيكون الاوتبوت بتاعي 1 0 0 0، وهكذا. طبعا لو الانبوت بتاعي ب 0 0 1 هيكون الاوتبوت بتاعي، طبعا هما 0 0 1 هو هنا بس ايه عاكسهم، يعني 0 0 1 ده اللي هو كان داخل، والاوتبوت بتاع الاف هتلاقيه هنا موجود عندك في الريزلت هنا. تمام. طيب تعالى نرسم مثلا سيركت تانية بنفس الطريقة. هنفتح برضو نوت باد. تعالى ناخد مثلا السيركت دي. السيركت دي كان فيها كنترولز اوبن وكنترولز كلوز. ففي البداية هنبدأ يعني نعرف الفاريابلز بتاعتنا. فهنكتب دوت في، ونبدأ نكتب بقى الفاريابلز بتاعتنا اللي هم مثلا اكس نوت واكس 1 واكس 2 واف. دي كل الفاريبلز اللي موجوده في السيركت. بعد كده نبدا نعرف الانبوت، فيبقى دوت اي الانبوت بتاعتي اللي هم اكس نوت واكس 1 واكس 2. بعد كده ابدا اعرف الاوتبوت بتاعي، يبقى الاوتبوت بتاعي اكس نوت واكس 1 واكس 2 واف. بعد كده ابدا اعرف الكونستانت بتاعي اللي هو الدوت سي، هيكون بادئ بزيرو انيشيالي زي ما اتفقنا. خلاص عرفت كل الكلام ده، ابدا اكتب بيجين، وكلمه بيجين بنكتبها كلها كابيتال. وبعدين بنبدا نحط بقى الطفل جيتس بتاعتنا. فالجيت الاولانيه مثلا هي جيت 3 كنترول 1 تارجت، يعني السايز بتاعها 4، فيبقى تي 4 اكس نوت ده اوبن. فلما يبقى open هنكتبه x node dash x node dash، وبعدين كوما x1، وبعدين كوما x2، وبعدين كوما الريزلت بتاعتي هتكون على الاف. طيب خلاص كده انا خلصت الجيت الاولانيه. اجي للجيت الثانيه. الجيت دي السايز بتاعها 3 عشان عندها 2 كنترولز وواحد تارجت، فساعتها هنكتب t3 هيكون x node ده open، فيبقى x node dash، وبعدين كوما x1 والريزلت على الاف. بعد كده عايزين نكتب الجيت اللي بعد كده، فهنكتب طبعا دي السايز بتاعها 3 برضو، فهيبقى t3 الكنترول الاولاني على الx1، فهنكتب x1 وبعدين كوما هنكتب x2 والx2 ده open، فهنكتب x2 dash، وبعدين الريزلت بتاعتي على الاف. وبعدين الجيت اللي بعد كده ابدا اكتب طبعا السايز بتاعها 2 لان عندها كنترول وعندها تارجت، فهتبقى t2 x1 كوما f، واخر جيت خالص اللي هي طبعا السايز بتاعها t2 والكنترول بتاعها x نوت داش والريزلت بتاعتها على الاف. خلاص خلصت السيركت بتاعتي. اكتب end وبعدين اعمل سيف للفايل ده دوت تي اف سي، يبقى فايل سيف ممكن اسميه سيركت، او دي كانت الفايف بولاريتي، فممكن نسميه فايف
بولاريتي، وطبعا ما تنساش ان الاكستنشن بتاعك دوت تي اف سي، ونعمل سيف. تعالى بقى للار سي فيور، تقدر تعمل اوبن وتختار الفايل اللي هو دوت تي اف سي اللي انت عملت له جنريت، علشان يرسم لك طبعا السيركت بالشكل اللي انت كتبته ده. تمام، ده شكل السيركت. طبعا برضو تقدر تشوف الترو ستيبل بتاعها. كمان هنا تقدر تعمل تشيك على الايكويفالنس بتاع تو سيركتس. يعني احنا عندنا السيركت دي، عايزين نتشيك هل السيركت دي ايكويفالنت للسيركت الاولانيه اللي احنا رسمناها اللي سميناها سيركت 1 اللي هو الفايل ده، فنقدر نشوف هل هم ايكويفالنت ولا لا عن طريق الايكويفالنس تشيكر اللي هو ده ايكويفالنس تشيكينج. لو دوست عليه هيبدأ يقول لك اختار السيركت التانية اللي انت عايز تقارن السيركت دي معاها، فطبعا هنختار السيركت 1. هو بيقول ان هما مش ايكويفالنت، فغالبا احنا ممكن نكون عملنا حاجة مش مظبوطة يعني. عشان دي بادئة باكس نوت والتانية بادئة باكس 1، فتعالى بس نوحدهم علشان التو فاريبلز يبقوا زي بعض بالظبط. فتعالى كده للسيركت دي نخليهم زي بعض، اسامي الفاريبلز نفس الاسامي، فتبقى دي اكس نوت x1 x2، ودي برضو الانبوتس بتاعتها اكس نوت x1 x2 اكس نوت x1 x2. طبعا ال T4 دي بقى هتبقى ما بين بدل X1 هيبقى X0، وبدل X2 هيبقى X1، وبدل X3 هيبقى X2، وطبعا هنا بدل X1 هيبقى X0. أعمل سيف وأبدأ أعمل ال Equivalence Checking تاني، وأختار ال Circuit 1. X0 X1 X2 X node X1 X2 X node X1 X2 node X1 X2 F X node F TF. طيب هنا X node X1 X2 طيب تعالى نجنريت كده سيركت تانية. ولتكن مثلا بتاعت الوان بولاريتي دي، تعال نفتح النوت باد. طبعا في البداية هنعرف الفيكتورز، يبقى دوت في اكس نوت اكس 1 اكس 2 و F. الانبوت بتاعتي X نوت X 1 X 2، الاوتبوت بتاعتي X نوت X 1 X 2 و F. الكونستانت بتاعي 0، وبعدين اعمل begin وابدا احط الطفلي جيتس بتاعتي، فيبقى تي 4 اكس نوت اكس 1 اكس 2 والريزلت على الاف. كده انا حطيت الجيت الاولانيه، عايز احط الجيت الثانيه، فاحط تي طبعا تي 3 السايز بتاع 3، لان عندها 2 كنترولز وعندها 1 تارجت، فيبقى تي 3 اكس نوت اكس 1 التارجت بتاعي على الاف. وبعدين الجيت اللي بعد كده السايز بتاعها 2، يبقى تي 2
اكس نوت والتارجت على الاف، واخر واحده خالص اللي هي تي 1 والتارجت اللي هو الاف اللي هي النوت يعني، وبعدين اعمل اند، بعدين اعمل سيف دوت تي اف سي. دي اللي هي الوان بولاريتي دوت تي اف سي. تعالى كده نجرب نفتحها بالـ RC Viewer. ادي السيركت اللي احنا كنا رسمينها. بس في حاجة هنا، ان الـ X2 طبعا كان Control Open. تعالى نعدله في السيركت، ده هو X Note X1 X2، فيبقى X Note X1 X2 داش. طبعا لو عملت ريفريش كده للسيركت هيبقى اكس نوت اكس 1، ادي الكنترول كده بقى اوبن. طيب تعالى كده نجرب موضوع الايكوفالنس تشيكينج مع الفايف بولاريتي. does not have equivalent output اكس نوت اكس 1 اكس 2 اف. X node X1 X2 F. بص اهو، تعالى كده نعمل الايكوفالنس تشيكينج. لو عملت الايكوفالنس تشيكينج احنا دلوقتي فاتحين السيركت السيركت الاصليه خالص، تمام؟ فعايزين مثلا نعمل الايكوفالنس تشيكينج مع الوان بولاريتي، فهندوس على الايكوفالنس تشيكينج، هختار الوان بولاريتي، فهتلاقيه بيقول لك this circuits have equivalent output matching X node to X node. X node بيماتش مع X node، وال X1 بيماتش مع X1، وال X2 بيماتش مع X2، وال constant الأخير بيماتش مع ال constant الأخير اللي هو ال 0. ده بالنسبة لاستخدام ال RC Viewer. طبعا ال RC Viewer تقدر تعمل عليه حاجات كتير جدا، احنا اخدنا منهم حاجات بسيطة، انك بس مجرد ترسم السيركت، تشوف الترو ستيبل بتاعها، تشوف هل هي ايكويفالنت مع سيركت تانية ولا لا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الـ RC Viewer. ده كان يعني الجزء العملي بتاعنا، انك خلاص بقى بعد ما رسمت السيركت بايدك عايز بقى ترسمها وتشوفها على الـ RC Viewer، فتقدر ترسمها طبعا وتشوفها على الـ RC Viewer بالشكل ده. حد عنده أسئلة؟ ممكن ركاب سريع؟ ممكن ايه؟ ركاب سريع. لا مش سامع. ركاب يعني نراجع يعني سامري اللي قلناه. سامري اللي قلناه في السيشن ولا سامري اللي قلناه في الار سي فيور؟ لا 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 في السيشن. في السيشن، حاضر. طيب حد عنده أسئلة تانية؟ ماشي، اتفضل باشمهندس يوسف. باشمهندس يوسف اتفضل. طيب حد عنده أسئلة تانية؟ طيب سريعا كده للي قلناه في السيشن.
احنا اتكلمنا عن الريفرسيبل والايرريفرسيبل اوبريشن، ايه الفرق ما بين الريفرسيبل والايرريفرسيبل، وايه العيوب اللي ممكن تطلع من الايرريفرسيبل اوبريشنز، وازاي الريفرسيبل عالجتها، والتاريخ اللي حصل او زمنيا كده العلماء والابحاث فكرت ازاي علشان توصل من الريفرسيبل اوبريشن للريفرسيبل اوبريشن. وعرفنا ليه اصلا الريفرسيبل كومبيوتنج طلع، وازاي عالج المشكله بتاعه الهيت ديسيبيشن والانفورميشن لوس اللي بتحصل في كل اوبريشن. بعد كده اتكلمنا عن الكوانتم ترو ستيبل، وعلشان كنا نتكلم على الكوانتم ترو ستيبل اخدنا بعض الجيتس اللي هي كانت ريفرسيبل، زي مثلا النوت جيت شفناها بتتكون من ايه وبتشتغل ازاي، السي نوت جيت بتتكون من ايه وبتشتغل ازاي، التوفلي جيت والجنرالايزد توفلي جيت. فعلى سبيل المثال مثلا النوت دي كانت بتعكس الانبوت اللي داخل، لو كان الانبوت بزيرو كان الاوتبوت بيطلع بوان، لو كان الانبوت بوان كان الاوتبوت اللي بيطلع بزيرو. الكنترول نوت بتعكس التارجت لو الكنترول بوان، وما بتعكسش او ما بتعملش اي حاجه في التارجت، ما فيش اي تغيير بيحصل لو كان الكنترول بزيرو. فشفنا برضو الترو ستيبل بتاعها، لو كان الانبوت بزيرو زيرو كان الاوتبوت هيبقى بزيرو زيرو، لو الانبوت بزيرو وان كان الاوتبوت هيبقى بزيرو وان، لو كان الانبوت بوان وزيرو كان الاوتبوت هيبقى بوان وان. هنا الكنترول اهو بوان، دي اول كيس عندي الكنترول فيها بوان، فبالتالي التارجت اهو اللي هو بزيرو هيحصل له نيجيشن عشان الكنترول بوان، فالاوتبوت اللي طلع كان بوان وان. بعد كده الكيس اللي بعد كده لو كان الانبوت بتاعك ب 1 1 فالاوتبوت اللي هيطلع 1 0. بعد كده قارنا، عرفنا ليه الاوبريشن اللي بتحصل هنا هي اكس اور، علشان قارناها مع جدول الاكس اور، ولقينا ان هتلاقي ان في كل حاله لو كان الانبوت بتاعك ب 0 0 هتلاقي ان التارجت هنا كان بيطلع 0، وفي نفس الوقت الاكس اور ترو ستيبل كان بيطلع زيرو. الكيس اللي بعد كده لو زيرو وان هتلاقي ان الاوتبوت اللي بيطلع لك هو وان، لو وان زيرو الاوتبوت اللي بيطلع لك هو وان، لو وان وان كان الاوتبوت اللي بيطلع لك هو زيرو. بعد كده فهمنا طبعا كده ليه هنا بنقول اكس اور. بعد كده اخدنا التوفلي جيت والجنرالايز توفلي جيت. بعد كده اتكلمنا عن البوليان فانكشنز، يعني ايه بوليان فانكشن وازاي نعمل لوجيك اللي بيستخدم الاند وور ونوت، وريد مولر اللي هو بيستخدم الاند والاكس اور، وبنعمل له وبعد كده انتجنا بعد ما تعمل الريبريزنتيشن ده. واحدة هنا اهو، استنتجنا انك بعد ما بتعمل الريبريزنتيشن ده لو انت في الكانونيكال بوليان لوجيك او حاططها في النورمال فورم تقدر تشيل الاور وتحط بدلها اكس اور مباشرة، مش لازم بقى تقعد تبني الترو ستيبل عشان تطلع البرودكت تيرمز بتاعت الريد. خلاص لو انت في النورمال فورم تقدر كل اور وتحط بدلها. بعد اتكلمنا عن شويه بروبرتيز كده تقدر تعملها من جدول الاكس اور. البروبرتيز دي فادتنا ان احنا نقدر نعمل اوبتمايزيشن للفانكشن بتاعتنا، واتكلمنا برضو ان انت تقدر تعمل البروبرتيز بتاعت الاسوسييتيف والديستريبيوتيف والكوميوتيتيف. وبعدين شفنا ازاي بقى ان احنا نقدر نعمل او نبني السيركت بتاعتنا بعد ما وصلنا للفانكشن في شكل ريد مولر لوجيك، وده كان عن طريق انك بتجهز واير لكل او بتجهز كيوبت لكل انبوت في الفانكشن، وبتحط اكسترا كيوبت واحد زياده
علشان تهولد عليه الاوتبوت بتاع السيركت، وانيشيالي بتحطه او بتعمل له سيت بزيرو. بعد ما جهزت الوايرز دي بتبدا انك تحط توفلي جيت او سي نوت جيت لكل برودكت تيرم عندك، بحيث ان لو الفاريبل ظهر في البرودكت تيرم في الترو فورم بتحط الكنترول بتاعه مقفول، لو الفاريبل ظهر في الكومبلمنتد فورم بتحط الكنترول بتاعه مفتوح. فهتلاقي كده انك الفانكشن دي كانت في 3 variables، فجهزنا ال 3 qubits اللي هما x node x1 x2، وحطينا extra qubit اللي هو عملنا له initially ب 0 علشان يطلع لي من الواير الاولاني طبعا x node عشان دي عشان يضمن reversibility، والواير التاني يطلع لي منه x1 علشان يضمن reversibility، والواير التالت هيطلع لك x2 علشان يضمن reversibility، واخر واير خالص هيطلع لك الريزلت بتاعت الفانكشن. بدانا ان احنا بقى نشوف ازاي هنبني السيركت دي، وزي ما اتفقنا انت عندك مثلا البرودكت تيرم الاولاني ده x نوت بار x1 بار x2 بار، فهنبدا نحط الكنترولز x نوت مفتوح x1 مفتوح x2 مفتوح، والتارجت او الريزلت على الاكسترا واير او الواير الاخير، وبعد كده نبدأ نحط الجيت اللي بعد كده. عندك مثلا البرودكت تيرم بيقول لك x نوت بار x1 بار x2، فهتبدأ تحط طبعا x نوت كنترول مفتوح x1 كنترول مفتوح x2 كنترول مقفول بالشكل ده، وهكذا لحد ما تبني السيركت كلها. كل برودكت تيرم هتحط له الجيت بتاعته، وبعد كده بدأنا نبسط الإكسبريشن ده باستخدام البروبرتيز اللي قلناها، عن طريق إن إحنا نشيل كل حاجة فيها نوت ونحط بدلها نفس الفاريبل معمول له إكس أور مع الوان، وبعدين نستخدم البروبرتيز بتاعتنا علشان نبدأ نوزع بقى الفاريبلز دي جوه الأقواس. وبعدين استخدمنا بقى البروبرتيز تاني بعد طبعا ما وزعناها، استخدمنا البروبرتيز تاني بحيث ان احنا نبسط الاكسبريشن، وكنا اتفقنا من البروبرتي دي ان انت لو عندك x x اور x بتساوي 0 و x x اور 0 بتساوي نفس ال x، واستنتجنا منها ان انت تقدر تشيل اي تو تيرمز او اي تو برودكت تيرمز متشابهين يشيلوا بعض، تمام؟ وبالتالي قدرنا ان احنا نبسط الاكسبريشن، كل الترمز اللي شبه بعض اتكنسلت كانها مش موجوده، بس طبعا لازم يبقوا اتنين، يعني x1 x2 x1 x2، لو في x1 x2 تاني انت بتشيل اتنين بس، تمام؟ وطلع لنا بقى شكل الفانكشن بالشكل ده بعد ما بسطناه، وقدرنا ان احنا نرسم السيركت طبعا ابسط بكتير من الشكل الاولاني اللي رسمنا بيه السيركت، واستنتجنا من البروبرتيز اللي احنا عملناها دي لما كنا بنشيل فاريبل وبنحط بداله نفس الفاريبل بس في الكومبلمنتد فورم x اور 1، او موضوع البروبرتي اللي احنا بنعملها دي، استنتجنا ان احنا نقدر نعمل ريبريزنت لنفس الفانكشن باشكال مختلفه، فطلع لنا حاجه اسمها ريد مولر بولاريتيز، واتفقنا ان البولاريتيز دي فيكسد بولاريتي وميكسد بولاريتي. فيكسد بولاريتي هي اللي بتسمح لاي فاريبل يكون موجود يا اما في الترو فورم طول الاكسبريشن يا اما في الكومبلمنتد فورم، ما ينفعش الاثنين. انما الميكسد بتسمح لنفس الفاريبل يكون موجود يظهر بالصورتين، يكون موجود في الاكس نوت او يكون موجود في الترو فورم او الكومبلمنتد فورم في نفس الاكسبريشن مع بعض، يظهر في الصورتين مع بعض. وشفنا ازاي طبعا نجنريت البولاريتيز دي، شفنا ازاي نجنريت البولاريتيز دي ونرسم لها السيركت بتاعتها، وعملنا جنريت للوان بولاريتي، وبعدين عملنا جنريت للفايف بولاريتي، ورسمنا السيركت بتاعتها.
تمام، ده سمري زي ما طلبت تقريبا. انا مش متذكر اسمك ايه بصراحة. اتمنى كده ان انا اكون غطيت لك الحاجات اللي انت طلبتها. عندك اسئلة تانية او في حد عنده اي اسئلة؟ باشمهندس يوسف، انت لسه عامل ريز هاند، مش عارف انت سمعنا ولا مش سمعنا. كان عندك سؤال؟ طيب، بشكركم جدا على حسن استماعكم. بتمنى اكون فدتكم بقدر الامكان. مع السلامة.